وانا راهو معمر قذافي قائد اممي، انا دافع عن الملايين، فنزحف انا والملايين حتى تطهر البلد من الدنسي والرجاس. I don't know why I'm going there. I just know that I can't sit here watching that happening without being part of it. واحنا يعني مصراتها بالذات اردنا الموت، فضلنا الموت على ان يحكمنا القذافي. I joined the local militia group to get to know the people behind the rebellion. هذا فيه شو يصير فيه؟ لكن طبعا. لا لم يطيح. بجرب يا جماعة بجرب ودي. خليك. الله أكبر. وطبعا كلاب القذافي بيننا وبينهم كيلو بإذن الله، ما فيش أكثر من كيلو بيننا وبينهم. Armed with my small camera, I wanted to contribute to the building of a new democracy. After 1 year of heavy fighting, we managed to remove the dictator. Fresh air with no Gaddafi smell. But the plan for the time after Gaddafi seemed to be vague. شو يصير بعد القذافي؟ حضر هجليل؟ معناها ممكن يكون فكره كويسه كان مرأة بترأس ليبيا. ليش انت تختار في مرأة باش تكون ضعيفه؟ الديمقراطيه دي حولها من ماك بوك. الديمقراطيه هذه كلمه يونانيه فهمت ولا لا؟ تجوز في الاسلام كذا بك حول القذافي يحط القذافي. نفس السيستم. The militia man tried to start a new life. تصير مرة واحدة في الحياة هذه ولا؟ ما تندريش حتى ربع؟ هيا عيب السوسة حاج قلت لك هنا ثواني مرة تمام ولا؟ السوسة باهية خلاص. But Libya was still divided and the country was overflowing with weapons. Our gun is still smoking. Available now on iTunes.